حط واحد بس اني مسوي هذه الحركة. يلا موت، يلا يلا، وينك وينك؟ متأكد انه اكو واحد باع البيوت. مات شنو؟ دائما دحقه على الخلق. هسه هديك، هسه هسه ما اتحرك، والله ما اتحرك. يلا بيجي المطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ماكو شباب، ان شاء الله بخير. وياكم فهد الحبيب. طبعا اليوم نلعب لعبة جيم قصدي، وراح نعلمكم كيف تشيرون محترفين في ببجي. طبعا انا راح العب جيم واشرح مين. خلينا بس لحظه قبل ما نبلش نغير شنو غير راح تطلع لكم صورة بنفس هاي الخريطة الشاشة، راح تطلع لكم نقط حمر، فهذيك النقط الحمر لا تنزلون بيها. طبعا بس تنزلون تنقتلون قبل، يعني قبل تنقتلون، يعني ما بيها مجال. فهواي ناس ينزلون بنفس المنطقة، فشي يصير انت ما تلحق تفوت على البيت، فيمكن سلاح هو ياخذ سلاح قبلك ويقتلك، فصعب صعب. اعرف انا مرات انزل في المدن بس قليل، يعني تنقتل بسرعة، تنقتل بس. خليه يبلش البين، ما بقى شيء. أربعة ثلاثة اثنين واحد، حلو بلش البين الجيم. خلينا نشوف وين ننزل، بس مثل أنا راح أنزل. خلي ننزل مثلا هناك، ثلاثة أوكي، ننزل هنا لأن المنطقة هي الشيء، ما تنزل بالمدينة. أوكي والله حلوة يا الطيارة. اوكي خلينا نزول. اوكي زي ما نشوف هاي نكمل مشوارنا، كمان باقي شي تحت هاي المدينة، لا تنزلون بها المدينة. اوكي انا اعرف هواي الناس راح ينزلون، بس لا تنزلون. ذاك البيت الاحمر، خليني لو هذا البيت شكو يجيب الدم، يجيب الخوذة، شوف الشنطة والدرج. زين خليني اروح البيت الثاني، اروح البيت الثاني. فيك اختل. اوكي هذا البيت الثاني، شوف شي مهم. جيب الخوذة، جيب الاسمك، هذي السلاح. لقيت مسدس، اوكي نو بروبلم. الخوذة جيب هاي العدسة. هذا السلاح شوية احبه، ما احبه هواي بس شوية يعجبني. يعني طبعا عرفوا شنو تاخذون، اهم شي اللوت. طبعا عرفوا شنو تاخذون، يعني لا تطول فت سلاح مو زين، وشوفوا طاقته، شوفوا شنو يعجبكم، اخذوا الشيء الزين. يعني جبال سموك، جيب القطية، جيب الطاوة. يضل شي ما يضل شي،
بخير. نفوت هذا البيت، اول شغل نفوت هذا الصغير. اوكي جيب هاي. اوكي خلينا نفوت نجيب هاي. اكو مطلع شي نفع الطابق الثاني. شوف هنا شكو ما في شي مفيد. طبعا اذا انت شاشتك سريعة وفتشي هسه اعلمك. راح الضبط على هاي، ها عملنا نفس الشي تشوفون هاي المواصفات سوي نفسها موبايلك. اوكي كلها سوي نفسها. لا اسمع صوت طلق. اوكي طيب سويها بنفسي يعني جزء تصير اسرع وهاي احسن يعني. فالضبط لازم يكون زين. طبعا ما راح نروح ذاك البيت، خلينا نروح له. شوفك واحد يمنا فتشي، دائما انتبهوا يمكم وفتشي يعني يمكن اكو واحد. لحظة جيب هذا السلاح بدل هذا. لا داخل هذا السلاح احسن. جيب القرقاس دورة اثنين وطلقات الثلاث عازين. بس نسعى الطابق الثاني. ها لما تتقاتلوا مع واحد يعني دائما خلوا بينكم شي تختبون يعني، لا هيجي قبل تقتلوه، خلوا شي يعني تختبون بيه. فمثلا اذا ضربكم تعالجون دمكم يعني. على الطابق الثالث اكو واحد هناك. دروح يعني ما له علاقة. تفرع له مثلا انا شفت واحد هسه قدامي، وش اسوي؟ ماكو شيء. اختفي لو ورا الحجرة ولا ورا الشجرة، دائما تخلف شيء تختمون بي. هاي نقطة مهمة. فسا اني لما اسوي هذه الحركة يلا موت. يلا وينك شوف هو مثل المطي. شوفوا مات، خلينا نلوت. طبعا لما تلوتون نصه كل شيء عاد ما حد يشوفكم. زين وين هذا؟ وينه؟ فمثل ما قلت لكم دائما اختبوا يعني. واحد هناك. اوكي نشرب القوطية. طبعا دام مو ناس بتتفون على الدم، لازم ما يكون شوية ناقص بس لا كله كامل. فناس يب غفت شي كم واحد هنا. طبعا انا فاكر انه اكو واحد باقي البيوت. شنو قاتل اثنين؟ شوف شو عنده لوت. والله زين بطل خوش ولد. اللوت الثاني جيب القنبلة. طبعا القنابل هم مهمة يعني، اعتبروها شي زين يعني. كان عندكم فتشغلات ما لها داعي في دوها خلاص يعني. ناخذ الهاي. اوكي خلنا نشوف عندنا فتشي زيت. لا ما عندي. اوكي خلنا نشوف الطابق الثاني. طبعا شبزون اجا بس انا بالدائرة. واحد ميت هناك. ما كنت شي مفيد. اوكي زين قاعد يضرب. ده اروح له.
دائما دحقوا على الخريطة. هسه هديك هسه 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 ما اتحرك والله ما اتحرك. يلا بيجي المطي. وين هذول كان يضربها؟ شوفون ايش اسوي بيها؟ فانت مسموه مثلي. شوفوا هذاك. هسه هديك هسه هسه. طبعا اذا تشوفوه دا يخاف. فروحوا له. والله ما تغطفني والله. دا تتشاقى. يلا انا. زين قتلت اشوف ايش قد قتلت. اوكي ثلاثة زين زين. خلنا نلعب جيم ثاني. نفس مال الدائرة هاي. اوكي خلي بس يطلع. اوكي خليني العب. طبعا ما تحرك. اوكي بلشنا الجيم الثاني. زين بس امرح تطلع لكم صور. تطلع لكم فد مناطق. هذي انتم تروحوا لها تشبه المدن، هي شوي اكبر مدن. بس اذا كنتوا نص ونص يعني. لا محترف ولا شو اسمه نص ونص يعني. تروح على ذيك المناطق. اوكي. طبعا اني هسه راح انزل بالمدينة. تعرفون اني مغامر. فراح انزل بالمدينة. ما يهمني اني. هذا خلينا نسبح بعد المي شوية. شوف هذا. اوكي اوكي. والله شي راح يبلش. اوكي طلعت الخارطة. خلينا نشوف وين هو. أنا مغامر فأنت تقدر تسوي تمام انت مختلف والله حلوة صورة لها. اوكي خلاص صاحبنا صورة. وخلينا نشوف وين ننزل. زين ادخل علي صوت شوي. ايه خلاص شكرا. شوف ايش قد ينزلون كما ضل شيء. هسه راح ننزل نحن مين ذيك مدينة راح انزلها. هذا خلي نقفل هذا. اوكي هسه راح ننزل. يلا جيد مغامر طبعا انا يعني. شنو بس واحد راح ينزل معاي. اوكي مو مشكلة خليني ننزل. اوكي يلا تعال هسه اثبتك. يلا خليني ننزل. يا ديار طبعا يمي هذا. خلي ننزل من ذيك البيوت. خلي نروح على هذا اول بيت. يلا على السقف ننزل. طبعا اهم شي ناس ما لقى سلاح حسب اسرع وقت. اسرع وقت القى سلاح. اوكي هذا ما بي شي. ها هسه بلش اللعب. اخذ جيب هاي. اوكي هسه تمام. جيب العدسة. لا احط هاي اول شي بعدين احط هذا. كثير حب هذا سلاحاني. طلع شغلتين اكتشف الطلقات. واحد المطي. يلا عاد يموت. لا 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 والله لا تشاقه والله. باع وينه؟ اوكي يا جماعة لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا من القناة. مع السلامة.